تحية طيبة لكل مشاهدينا عبر قناة المحلية وقناة أوغاريت ومستمعينا عبر أثير أمواج اف ام بحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. معكم لارا صالح بحلقة اليوم خصصناها لنحكي فيها عن أسواق العيد، حيث نسعى دائما من خلال البرنامج أن نهتم بقضاياكم ونسعى لمعالجتها وحلها مع المعنيين. لذلك سنتوقف مع جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية والإجراءات التي تتخذ استعدادا لعيد الفطر السعيد لجهة مراقبة الأسواق ومدى مطابقة الأسعار لجودة ونوعية المواد المطروحة ضمن هذه الأسواق على اختلافها. وأيضا سنناقش دور الرقابة الصحية في مجلس مدينة اللاذقية التموينية في مراقبة الأسعار وأيضا مراقبة الأسواق. يسعدنا في حلقتنا لليوم للحديث عن هذه المواضيع أن نرحب بضيوفنا، بداية المهندس قصي أسعد معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية. يسعد صباحك، رمضان كريم. صباحكم، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. وأيضا يسعدنا أن نرحب بضيفنا المهندس علاء حلوم، رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، يعني العيد على الأبواب. أساتذتي الكرام، اليوم خصصنا حلقتنا لحتى نحكي عن واقع الأسواق ضمن المحافظة، الأسعار اليوم التي بدأت تشكل هاجس بالنسبة للناس، الرقابة أيضا على المواد الموجودة ضمن الأسواق. ولكن بس اسمحوا لي بداية نذكر كل مشاهدينا ومستمعينا بإمكانية التواصل معنا على الرقم 229-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع الحلقة اليوم عن أسواق العيد والتواصل مع المعنيين في محاولة للوصول إلى حلول. أستاذي الكريم أستاذ قصي، خليني أبدأ من عندك. اليوم الإجراءات اللي عم تتخذوها حضرتكم كمديرية تجارة داخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق بهذه الفترة. طبعا نحن إجراءاتنا مستمرة عن طريق الدوريات الموزعة على كافة فعاليات المحافظة ومناطقها. لكن في الشهر الفضيل شهر رمضان قمنا بتدعيم الدوريات بعناصر إضافية، بالإضافة إلى دوريات مسائية من أجل تغطية كافة الفعاليات، مراقبة تغطية كافة الفعاليات في المحافظة. نعم. طيب، يعني هلأ في دوريات مكثفة اليوم بعناصر إضافية. نعم. وبعناصر إضافية كونه هلأ بهي يعني العشر الأواخر من رمضان نحن بنعرف تبدأ تفتح الأسواق بعد يعني مساء حتى الصباح، العالم اللي بدها تقضي شغلة بقى اللي بدها تشتري اليوم هي بدها تأخذ بهيدا الوقت. الدوريات التموينية موجودة بهيدا الأوقات عم تراقب الأسواق؟ ذكرت لك انه في دوريات اعتياديه عاديه وفي دوريات مسائيه منشان اي اشكال او اي مشكله تم معالجتها فورا. طيب انتم مو بحاجه شكوى استاذي الكريم اليوم لحتى نحن نحل المشكله، هيدي الدوريات بتدخل على المحلات. تمام. كافه. تمام. يعني نكون واضحين، بتراقب الاعلان عن الاسعار، تداول الفواتير، بطاقه المواصفه، هالثلاث امور يعني هي الشغلات الاساسيه اللي بتركز عليها. نعم. طيب أيضا أستاذ علاء، اليوم حضرتكم كرقابة صحية على المواد الموجودة ضمن الأسواق، نحن بنعرف أنه هلأ بهيدي الفترة بتكتر كثير من المنتجات أساسا ربما هي غير موجودة خلال العام. يعني نحن كنا مع حضرتك بلقاء سابق وحكينا قد في رقابة صحية على المنتجات، لكن بهيدي الفترة بنشوف شغلات نحن جديدة، ربما حلويات خاصة بالأعياد، ربما أنواع من البسكوت والحلويات الأطفال المكشوفة بالشوارع بتيجي هي فقط بهيدي هيدي الفترة من العيد. تمام. فحضرتكم شو دوركم اليوم بخصوص هيدي الحماية طبعاً للمواطن؟ طبعا العمل استمرارية لعمل مراقبين مديرية المهن والشؤون الصحية، العمل اللي بيتركز وبيتكثف حاليا بهالأيام هي بخصوص التحضيرات لعيد الفطر السعيد. الرقابة بتكون شديدة على، طبعا الرقابة مستمرة بس بتكون أشد على موضوع الغذائيات وخاصة موضوع الحلويات، موضوع اللحوم، موضوع مثل ما تفضلتي حضرتك بالرقابة على كافة الشغلات. يعني العيد هو الولد آخر شيء، فرحة صحيح. الأولاد. فكافة حتى الألعاب والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال تتم مراقبتها وتنظيم كافة الضبوط بحق المخالفين، بالإضافة لتوجيه إنذارات حاليا يعني لكافة الفعاليات اللي بتمارس هاي الأعمال هاي.
نعم، يعني اليوم نحن لازم نكون في أمان، يعني من خلال هذه الدوريات دائما نحن نتخوف قبل الأعياد بفترة الأعياد من حالات التسمم الممكن تصير، لأنه ممكن ما يكون رقابة الأهل موجودة مع الطفل خلال حركته بفترة العيد فيشتري أي شيء. لا أكيد الدوريات بلش من فترة، يعني من هلأ حاليا التكثيف بلش من نصف الأخير من شهر رمضان المبارك، وتم إغلاق العديد من المحلات وفرض عقوبات وغرامات جدا رادعة بحق المخالفين، محلات حلويات، محلات معجنات، محلات لحوم. بالفترة الأخيرة كتير كان في رقابة مشددة على هالموضوع، وشفنا كمان الفترة الماضية كان في رقابة على أنواع العصائر اللي كانت موجودة على الطرقات، يعني حتى هي كمان من طقوس رمضان ولكن بحاجة على لرقابة. العصائر وعلى أسواق الخضار وأسواق بيع اللحوم بشكل عام كانت الرقابة كتير مشددة وتستمر بشكل دائم وبحالة مكثفة حاليا لاستقبال عيد الفطر السعيد. نعم. طيب استاذ قصي، اليوم نحن بجوز انطلقنا بمدخل حديثنا اليوم على الاسواق الرمضانيه، فبتبادر لذهن الشخص انه الملابس وثياب العيد، ايضا الخضار والفواكه والمنتجات الاستهلاكيه كمان شهدت غلاء كثير كبير بالفتره الماضيه. الرقابه على هذا الموضوع، لانه يعني موسم العيد ربما في كثير اشخاص بتقول لهم او بتسوي لهم نفسهم انه نحن نرفع الاسعار، هو موسم ربح، هو هالثلاث اربع ايام، دوركم اليوم خلال هذه الفتره؟ طبعا مثل ما ذكرت لك الرقابه متكامله، فمثلا عندنا دوريه خاصه باللحوم، هي شغلتها الاساسيه مراقبه اللحوم جودتها، الاعلان عن السعر، عدم وجود اي مخالفه، بالإضافة لأنه الأسواق الأساسية مثلا سوق الغافقي، السوق الموجود بالقنيناص، كمان في دوريات كسفت عليه مشان مراقبته مثل ما ذكرت لك من ناحية الإعلان والفواتير وهالأمور هيك. طبعا في عندنا كمان دوريات اعتيان. شو هي دوريات الاعتيان؟ في عندنا أخذ عينات من المواد التي يشك فيها، في عندنا اعتيان للمواد الغذائية واعتيان للمواد غير الغذائية. طبعا بداية الشهر تم التركيز على العصائر، على الشغلات المطروحة اللي بيتم استهلاكها في هذا الشهر المبارك. نحن بالجزء الأخير من الشهر بيتم التركيز على المواد اللي ممكن المواطن يطلبها، اللي هي الألبسة، الأحذية، الحلويات، بالإضافة للحوم. طبعا مثل ما ذكرت لك دورية خاصة باللحوم، الاعتيان للمواد الغذائية واللا غذائية، طبعا تم أخذ عينات عشوائية من أي مكان التي يشك فيها، يشك أنه مثلا أنا شفت هالسلعة هي سعرها كذا، فعنا ممكن ندرسها دراسة سعرية بدائرة الأسعار أو بالمحافظة المنتجة اللي هي بتتحول لها بشكل نظامي. وفي عنا دراسة عينات للتركيب، مثلا بيكون على بطاقة المواصفات مصرح هي مثلا فيها 85 قطن 15 ليجرا، فبتتاخد على المخبر بتتحلل ليتأكدوا من مطابقة البطاقة الموجودة للعينة العميدة على أرض الواقع. تمام. حضرتكم كمان متعامل متكامل أستاذ بهذا بالشؤون الصحية، بالشؤون دورية الصحية مشتركة بينه وبين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. دورية مشتركة بتركز أكثر شيء على المواد الغذائية، ألبان، أجبان، لحوم، سمون، المواد الغذائية. فدوريتنا المشتركة إذا شكت، إذا كان في حالة واضحة للعيان انه فيها تلف او عفن او، فبيتم اتلافها مباشرة بمحضر اتلاف. اما اذا استدعت الحاجة انه ناخد عينات عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بيتم سحب عينات بشكل اصولي وتحليلها بالمخابر التابعة لإلهم، وبناء عليها طبعا بوجود طبيب بيطري اذا كانت لحوم من مجلس مدينة اللاذقية وبوجود المعنيين من الطرفين، يعني بناء على نتيجة التحليل يتخذ الاجراء وفق المقتضى. أنا آسفة قطعت لك حديثك، ولكن هو عمل، فالأحيانا أنه نحن طبعا لازم نعرف. هلا نحن مثلا بالنسبة للحوم مثل ما ذكر يعني الأستاذ، بالنسبة للحوم مثلا نحن شكينا بنوع من اللحوم، فنستعين طبيب بيطري ليقيم الحالة، طبعا هو أقدر من عناصر الدورية. كمان بيتم سحب عينات من الحلويات كونه كل الناس مطلوبة. مطلوب. فأي شغلة مطلوبة نحن بيتم التركيز عليها، وأي شيء بنشك فيه بينسحب فورا عينات منه من شان تأكد من مطابقتها للمواصفات. في حال ما طابقت المواصفات، يعني في حال اليوم ما طابقت المواصفات، الإجراءات بيتم تحويل الضبط للقضاء وبيتبعوا إغلاقات من قبلنا، والقضاء هو اللي بيحكم بالأخير بالنهاية، يعني غرامات مالية. مشان يكون عندكم فكرة، الضبوط في ضبوط خاضعة للتسوية وضبوط تتحول للقضاء. الضبوط الخاضعة للتسوية بيجي المواطن بيدفع الغرامة
المترتبة له وبيصالح على الضبط. تمام. أما الضبوط في ضبوط ما بيتصالح عليها هي بتم تحويلها للقضاء، القضاء هو اللي بيبت فيها بياخذ الإجراءات تمام. المناسبة تمام. فيها. طيب رح نتابع مع حضراتكم حوارنا أكيد اللي هو يعني شاغل الناس اليوم، ولكن اسمحوا لي روح مع زميلتنا شيرين عارف باستطلاع رصدت من خلاله واقع الأسواق آراء الناس قبل عيد الفطر السعيد. خلونا نشوف سوا. كيف الأسعار على العيد الملابس؟ الأسعار نار، ما خرج الواحد يشتري يعني، خاصة على الفقير. ممكن على الغني إيه، بس على الفقير مستحيل. يعني تعال تشتري بنطلون وبلوزة يا محمد بدك 100,000 أو 200,000 وما بيكفي. كيف أسعار الحلويات كمان؟ الحلويات السماء قربنا، بس أكيد نار مو مثل زمان. زمان كنا نعبي الطاولة حلويات، بس هلا ما قادرين نجيب كيلو حلو. والله شيء ما مأمول، نار شاعلة، شيء يعني بيخلي الواحد ما يقرب خالص على الأسواق. والله الأسعار خيالية، موت موت يعني، شو ما في شيء يعني، الشيء ما بتتخيله. لا لا نهائيا. شو الراتب 100,000 يعني، القطع حقه أقل شيء 70,000 أقل شيء. البيجامة فتت اللي بدي جيبها طلبت فيها 133,000 بيجامة، يعني ما بعرف يعني شو الأسعار. الله يلطف. بالنسبة للأسعار سواء بأي يعني من أي مجال من المجالات في ارتفاع بالأسعار، فبنتمنى يكون في رقابة وتموين على الأسعار، ما بس على الألبسة والحلويات، عايشة حتى أبسط الشغلات اللي بيستهلك المواطن السوري فينا، لأنه الأسعار ما أنا مقبولة هاي الصراحة. العيد الأسعار غالية كتير غالية، الحلو والألبسة، الحلو والألبسة غالية. بدك تجيبي صار بدك تجيبي بدل ما تجيبي كيلتين بيجيب نص كيلو، وما لا رقابة تموين ولا شيء يعني. بيدخل تموين بيعطوك برا بالإدارة بدل ماشي، لا بيقول شو عم تسوي. والله كتير غالي، لازم يكون في أقل شيء رقابة لحتى تضبط هالأسعار. إيه والله، والله ما عملنا لا حلو ولا عملنا شيء. والله نار يعني، حدث ولا حرج، أسعار خيالية يعني. يعني هلا الشعب كيف إنه يشتري، كيف إنه بده يجيب حلويات على العيد، كيف إنه بده يجيب تياب، كتير شغلات يعني، لازم يكون في رقابة. لأنه كل محل بتفوتي عنده نفس القطع، بس كل واحد بيبيع السعر شكل. والله في غلا كتير، ويعني الشيء يعني يعني ما كل الناس عم تقدر تشتري وهيك أو هيك. طب ماشي. والحلويات كمان إني الواحد كان يقدر يشتري أكتر، هلأ كتير صعب وهيك. ما طلعت الحلويات لأنه ما في إمكانية هلأ بهالأوضاع وهالظروف إنه إنسان يطلع على هالحلويات. شو بتطلبوا من المعنيين؟ يعني يكون في رقابة على هذا الموضوع على القليل شوي، يعني إذا كان في بين السنة والسنة ارتفاع، بس يكون ارتفاع بسيط يعني يتناسب معنا، ما عم يكون في شيء يتناسب معنا أبدا بصراحة. والحلويات كمان في غلا كتير يعني، هلأ موسم العيد كل العالم بدأت تشتري بدأت تعيد يعني، أقل ما يمكن واحد يجيب حلويات على العيد كمان في غلا. إن عملتيها بالبيت ولا اشتريتيها عم تكلف كتير بصراحة. والله غالي هاي باختصار، كلمة غالي بتختصر كل شيء. الكل بشكل عام، وما في رقابة هي أهم شيء، ما في رقابة. يعني لو إنه مثلاً في رقابة بتتابع الأسعار، يعني هلأ يعني معروف ليش، لأنه إنه كل ما بتفوتي على محل سعره شيء، يعني من محل لمحل السعر بيختلف. إيه وهذا دليل إنه ما في رقابة. أساتذتي الكرام، تابعنا سوا الاستطلاع وآراء الناس، لكن اسمحوا لي ذكر بأرقام الهواتف 229-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع حلقتنا. 229-200 يعني شفنا آراء الناس، غلا هو الغلا واضح اليوم، وخاصة أنه إحنا بالفترة الأخيرة أستاذ قصي صار في ارتفاع تقريبا 3 أضعاف للأسعار عن ما كانت عليه سابقا. سبب هيدا الارتفاع؟ هلأ في عوامل كتيرة، هو ال يعني الكلفة اللي بتدخل بإنتاج السلعة زادت، فبالتالي بده ينعكس على السلعة. تماما. فمن ناحية الأسعار الرقابة عليها مستمرة ودائمة، وإذا كان في منتجين بيتم تدقيق بيانات الكلف اللي بتندرس بدائرة الأسعار إذا كانت نظامية ولا لا. طبعا في حال ما كانت نظامية بيتم تنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات. يعني نحن المشكلة أستاذي الكريم، أنه مثل ما ذكرت إحدى السيدات هون أنه في اختلاف أسعار من محل للتاني. طب نحن منعرف أنه في قانون صدر بتوحيد الأسعار ضمن كل منتج من البضائع أو من المواد الغذائية، لازم يكون ثابت حتى لو ارتفع، يعني حتى لو صار ارتفاع معين نتيجة الحصار الاقتصادي أو نتيجة الظروف الاقتصادية اللي عم تمر على البلد. أنا مو المفروض فوت على هذا المحل شوف سعره والبعده أغلى منه ب20,000 والبعده أرخص منه ب10,000. هلا الجودة بتختلف،
مثلا خدي على سبيل المثال اي سلعه مثلا من الحلويات لنفرض، تمام، في انواع او اصناف من الحلويات تتصنع بالسمن النباتي، في اصناف من الحلويات تتصنع بالسمن الحيواني، بس نحن نفس السمن الحيواني بتختلف، يعني نفس هذا سمن حيواني وهيدا سمن حيواني، ممكن هذا يكون في محسنات فيها إضافية، ممكن يكون في مكسرات مثلا مطروحة بال، يعني عم يكون ضمن رقابتكم هيدا الموضوع، طبعاً يعني طبعاً. عم تكونوا أنتم بتعرفوا أنه هيدي الأسعار هي مناسبة هي للمواد الموضوعة ضمن القطع اللي عم محطوطة، مثل ما ذكرت لك في بيانات كلف، تمام، أي بيان بيتم الشك فيه بيتم تدقيقه، طبعا بيكون مرفق بفواتير وبيكون مرفق بثبوتيات، اي شيء بنلاحظ انه خارج عن المألوف او ما هو طبيعي بيتاخذ عينه وبتندرس وبيتخذوا الاجراءات اللازمه في حال كانت مخالفه. نعم، يعني بس هي معناتها هي المشكله نحن ما بنقدر نحلها، اختلاف الاسعار هي اختلاف بترجع بقى اختلاف الجوده واختلاف الجودة. المكونات طبعا عوامل تلعب دور باختلاف مو السعر، مو اختلاف النفوس وحب فلان يربح اكثر من فلان، يعني كمان الواحد بهمه يبيع، اصلا اللي بهمه يبيع لازم ينافس بالسعر، فإلا أنه في مثل ما ذكرنا عوامل يعني بتكون بترافقها كلفة إضافية حسب إنتاج السلعة والمواد داخلية. في حال وجدتوا حضرتكم في مشكلة، عم تقول حضرتك أنه في إجراءات معينة وتأخذ عينات وتدابير على كافة الأصعدة طبعا، وفي عدد ضبوط كبير على فكرة. أنا كشخص أنا كشخص ماشية بالشارع وشفت هيدا المحل غالي كتير، لمين بدي أقدم شكوى؟ بعد قديه بدي أحصل على جواب؟ أيمت بدي لحتى مثلا أنا أعرف هل هي قيمتها هيك أو لا أرجع أشتريها؟ يعني هل هي إجراءات سريعة أو لا؟ شكوى سريعة أم لا؟ نحن في عنا شكاوى نوعين، شكاوى هاتفية وشكاوى خطية، تمام، وأي شكوى بتتقدم بأي موضوع تمويني فورا بيتم معالجته، بيتم معالجته فورا. يعني فورا فورا وإذا هو مخالف بتفرضوا عليه ينزل السعر؟ نفرض عليه عقوبات، عقوبات عقوبات طبعاً، ولازم يلتزم بالسعر الصح، تمام، في حال كان مخالف، تمام. أستاذ علاء، ونحن أيضاً عم نحضر الاستطلاع، شفنا محلات الحلويات عم تبيع أصناف وأشكال مختلفة من الحلويات، كونوا حضرتك موضوع عن حضرتك مسؤول عن موضوع الرقابة الصحية، شفنا بعض الأشخاص لابسين كفوف وشفنا محلات تانية لا مو لابسين كفوف عم بيوزعوا بهيدي الطريقة، كيف انتو يعني بتكون رقابتكم على هذا الموضوع، وخاصة هلأ يعني فترة ازدحام وعداد محل الحلويات في تزايد، يعني شو بتعملوا بهيدي الحالة؟ في عنا ضبوط مخالفات للأمور الاعتناء بالنظافة بشكل عام، بتندرج ضمن لباس نظيف وموحد لأصحاب بعض المهن ومن الحلويات، صنع وبيع الحلويات، ارتداء القفازات، طبعا وجود بطاقة صحية للعمال اللي عم يمارسوا هالمهنة، بطاقة صحية بتشمل تحاليل انه اعلامنا انه هذا العامل مؤهل لحتى يشتغل بهالمهنة الصحية لحتى يوصل هالسلعة نظيفة وسليمة للمواطن. فكل حد عم يشتغل بمكان خاص بالأغذية لازم يكون عندكم انتو خبر انه هو موجود بهذا المكان وشو هي خبرته ضمن هذا المجال، طبعا له بطاقة صحية، بطاقة هي انه هو مؤهل صحيا انه يشتغل بهالمجال هذا، تمام. في مخالفات لعدم ارتداء القفازات، في مخالفات لعدم ارتداء لباس موحد للعاملين بمجال الحلويات، الألبان، الأجبان وكافة المهن الغذائية، بالإضافة للبطاقة الصحية اللي بتأهلوا لهذا الشيء. تم تنظيم العديد من الضبوط، وهلأ حاليا الغرامة نوعا ما أنه رادعة لبعض العاملين بهالمجال هذا، يعني صارت مرتفعة، مرتفعة تتراوح بين 25 و40 ألف للمخالف الواحد للعامل الواحد. طبعا حتى الاهتمام بالنظافة الشخصية حتى للأظافر للعاملين هي تتم مراقبتها، يعني حتى بها التفاصيل الدقيقة، طبعا المراقبة بتكون بمحلات بيع الحلويات ومحلات تصنيع الحلويات. هي بدي أسألك أنا عن الجوة اللي منبين الداخلي، حتى خارج المحل في ورش لتصنيع الحلويات، ورش لتصنيع القطر تبع الحلويات، نحن بنلاحقها بشكل دائم، إيصالها للمحل بطريقة سليمة وطريقة عرضها وبيعها ضمن المحل، بالإضافة للنظافة ضمن المحل، نظافة المكان والأواني المستخدمة للتصنيع والبيع والنظافة الشخصية للعاملين ضمن المحل. طيب، وفي كمان رقابة، يعني معلش اسمح لي أسألك هيدا السؤال، قبل على أنواع السمنة اللي عم بيجيبوها، الطحين اللي عم يستخدموه، يعني عم نشوف أحيانا ببعض على بعض الأرصفة في علب سمنة مفتوحة، يعني هي أقل سعراً ربما نوعاً ما من المنتجات هذا المغلقة. هذا هاجس لمديريتنا. طيب. هذا هاجس لمديريتنا. يعني أنا بلكي عم بيجيبوا لهدون ويستخدمه.
هلا هذا هاجس بشكل عام للمديريه. بورشه تصنيع لازم تكون كافه المواد الداخله بتصنيع الحلويات عليها بطاقات مواصفه وتاريخ انتاج وتاريخ انتهاء صلاحيه ومواد ولصاقه تعريفيه بالمواد الداخله بتركيبها. رح نحكي اكثر بهذه التفاصيل استاذ علاء، بس اسمح لي اخذ السيد محمود معنا عبر اتصال هاتفي. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وكل انسان شريف بالبلد بخير. مساء الخير لكن وللوطن ولقائد الوطن. اهلا وسهلا بحضرتك. الانسان بيشتغل بخير لهالوطن. الله يسلمك، تفضل استاذي الكريم. بس بدي اساله للاستاذ سؤال. تفضل. في محل جبنه هذا العقدي صرت مشتكي له حوالي شي 10 مرات. اذا سؤالك للاستاذ علاء. ولا مره انكتب. مخالفي. حتى اتصلت فيه هو ما بيعرف اني متصل انا بالتموين. نعم. رحت لي واحد من التموين اتصل فيه له نفسه وقال له هيك في شكوى عليك اطلع عالج الموضوع. نعم نعم وضحت الصورة. وطلعوا لعندي ولا قولي وعالجوا الموضوع. وقلت له الشكوى ما لاقي لك، صرت بدي اشتكي عليهن هني نفسي على تبع التموين. هي كانت المشكلة بنوع الجبن، كان في شيء خلل واضح يعني؟ بالسعر، حتى اخذتها ثاني يوم قطنت في جبنة مطبوخة عم يبيعوها. قطنت الجبنة صار عليها قطن عفن اسود واخضر هيك. نعم. والسعر كل يوم سعر بتشتري اليوم ثاني يوم يعني وصلها هلا وصل حتى 16200 ليرة. نعم. قبل منها اخذتها ب 13، رحت ثاني يوم قال هيك الاسعار روح اشتكي. تمام استاذي الكريم، مشكلتك صارت عند الاساتذه ضيوفي الكرام المعنيين، رح نحصل على اجابه من حضرتهم. في شيء ثاني بتحب تضيفه؟ بس بتوقع مريت لنا شيء لانه معي اول مره. منحاول ربما يعني اليوم انتم من خلال ثقافة الشكوى، نحن دائما بنشجع على ثقافة الشكوى حتى نوصل نحن وانتم ايد بايد لحتى نوصل للمعنيين الاخطاء اللي ممكن تكون موجودة بسبب نفوس اشخاص، ربما المعنيين هن قادرين اليوم لايجاد حلول لإله. حتى هذيك المرة اتصلت الله تتصل لا وصلت للتموين عن بعد مسافة 7-8 كيلومتر، والله ما كان يرد على التليفون، وقفت فوق منه دقيته للتليفون وما يرن التليفون وهو ما كان يرد، وفت للمدير وحكيت له هالحكي. تمام وصلت مشكلتك استاذ الكريم، وان شاء الله رح نحاول نحصل الان على اجابه ويكون عندهم اجراء بحق المكان اللي ذكرت حضرتك اسمه. شكرا كثير لك ويعطيك العافيه. اهلا. بدي بعد كلمتين لابو نغم. يعني بعد اذنك ربما بحلقه قادمه. شكرا كثير لك. ماشي يعطيك العافيه. شكرا لك. اهلا اهلا استاذ الكريم. أساتذتي الكرام، سمعنا الأخ هون يعني هو غضب محق ربما نوعا ما نتيجة عدد الشكاوي المقدمة بحق ما محل أجبان وألبان، ونحن بنعرف الأخطار اللي ممكن يتعرض لها الشخص من خلف تناول هذه المنتجات اللي هي أحيانا توصل لمرحلة التسمم أو الحمى المالطية وغيرها. أقدم الشكوى، ما في إجراءات على أرض الواقع، أسعار عم تتزايد، الموضوع عند حضرتك أو عند حضرتك ما بعرف، تفضلوا. بس هو حكى انه عنصر التموين اجى، ما بعرف هيك فهمت كانه اجى انه خبره فهو احتاط قبل ما يجي عنصر التموين فما شاف اي خلل لحتى هلا انا بوعده باي يقدم شكوى واكيد رح تتعالج وتتخذ الاجراءات اذا كان في اي مخالفه. نعم يعني لمين بده يقدم؟ طب هو قدم، عم بيقول قدم على الهاتف، قدم للبلديه، قدم للتموين، اليوم لمين ما بعرف يروح؟ اسم ال هلا هو لمين يروح هيدا الشخص يروح بغض النظر؟ اذا بحب يقدم شكوى خطيه بيكون افضل. هي نعم. اجباري بدها تعالج او على الهاتف. تمام استاذي الكريم تفضل. هلا نحن عندنا بمديريه المهن والشؤون الصحيه بس بدي احكي شوي عن موضوع الشكاوي. في شعبه شكاوي ضمن دائره الرقابه والسياسات. شعبه الشكاوي مهمتها متابعة شكاوى الأخوة المواطنين. الشكوى عنا نحن بمجلس مدينة اللاذقية بتتقدم عن طريق مركز خدمة المواطن. تمام. بتكون إلكترونية، فالكل بيطلع عليها وبيحطوا مدة معينة لمعالجة الشكوى، مثلاً 10 أيام 15 يوم حسب نوع الشكوى. إذا كانت شكوى صحية وما اتخذنا أي إجراء فالموضوع مبين، وشكوى هي إلكترونية مبينة للكل. من المعنيين بالمحافظه او مجلس المدينه او عندنا بالدائره. كيف يعني الكترونيه؟ عن طريق مركز خدمه المواطن. ايه قصدي ليش حتى ما تنحل يعني خلال تنحل؟ نحن هن بيحطوا لنا مده انه انتم بدكم تحلوها خلال مده معينه. للتوضيح. نعم. تمام. اذا ما انحلت خلال هالمده فبيجي كتاب لبيان عدم حل هاي المشكله، واذا كان في خلل دغري بنستدركه. فحكما اذا كان مقدم شكوى عن طريق مركز خدمه المواطن في الى اجراء وفي الى حل، حتى مركز خدمه المواطن
هن اللي بيتواصلوا مع المشتكي، بياخذوا رقم تليفونه وبيتواصلوا بيقولوا له انه الاجراء 1 2 3 احنا اتخذنا مجلس مدينه مديريه المهن والشؤون الصحيه، بيخبروه شو صار، تمام شو الاجراء اللي اتخذ. نعم، وانا باكد انه الاخ المواطن ما قدم لي شكوى لمديريه المهن والشؤون الصحيه، وانا بانتظاره حتى لو كانت شكوى هاتفيه او مكتوبه. هلا هو عم بيقول انه اشتكى وبده يشتكي اسا على الموظفين اللي هن ما جاوبوا، ربما بتوقع انا ما مو 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 شكوى كانت ضمن مديريه المهن والشؤون الصحيه. تمام. لانه هالشغلات هي يعني هي الاولويه بالنسبه لنا. نعم. والالبان الأجبان يعني بشكل يومي تقريبا عم يتم توجيه إنذارات وإحالة ضبوطة بمواضيع الألبان والأجبان والحلويات، وعم يتم إغلاقات بشكل دائم ومستمر لهالمحلات هي. حتى المحلات اللي بتستخدم بودرة، حتى الحليب لازم يوصل ضمن براميل بيض مو ضمن براميل زرق انه او ملونة، بينتج عنا إضافات ممكن تسبب أمراض مستعصية او مزمنة. نعم. فحتى هالشغلات هي نحن عم ندقق عليها، حتى بعد الحليب بالسيارات اذا ما كانت البراميل مطابقه لمواصفاتنا عم نوقفهم وعم نعمل لهم ضبط. قصدك ضمن السيارات الجوال اللي بيفتلوا ضمن الحارات بينزلوا من الريف لحتى نعم. يودوا حليب للمحلات مثلا، كلياتها مراقبه بالنسبه لنا. نعم. طيب بتمنى استاذ محمود يكون الجواب وصل لحضرتك. وانا بدعوه يشير عشاني هي الاستاذين فاتحين ابوابهم لحضرتك لتقدم الشكوى اللي حضرتك طرحتها، واكيد اذا انت صاحب حق ما راح يروح حقك، ودائما في نحن دائما بنعرف انه عندكم انت ايضا اجراءات خاصه بالادعاءات الكيديه. تماما. يعني تماما. احيانا مع احترامي للسيد محمود مبين انه هو صاحب حق، ولكن احيانا في اشخاص صارت هي الامور كيديه مجرد ضرر للاخرين. استاذ كيف تاخذ هي الاجراءات؟ نحن عندنا الشكاوى طبعا وقت اللي بتروح الدوريه لتعالج المشكله بيتصلوا مع المشتكي وبتم تنظيم محاضر، يعني محاضر مع المشتكي، محاضر مع صاحب الفعالية، ومن ضمن الكلام اللي بياخدوه هن بيقيموا عميل الحق شو المخالفة شو اللي يعني توضح معهم. تمام. يعني هي بناء بالنهاية على دراسة على أرض الواقع. تماما. خوفا من أي شكوى كيدية، وأيضا رقابة على اللي عم بصير. وهو هيدا اللي نحن بحاجته، يعني نحن اليوم كل العالم عم طالب بهيدا النوع من الرقابة، أنه نحن نقدر فعلا نوصل لحلول على أرض الواقع. ربما في صعوبات مثل ما ذكر الأخ، يعني ربما أحيانا أشخاص ما بعرف أنا، ولكن من كلام حضراتكم أنه هي الرقابة قائمة بشكل تام المفروض على أرض الواقع، ما نتعرض نحن لهيدي. عم يتنظم كتير ضبوط بناء على الشكاوى. يعني بيكون شكوى مقدمة ضد أحيانا صاحب محل أو فعالية معينة، فورا بتم تنظيم. اسمح لي أسألك يعني معناتها أستاذ الكريم هيدا السؤال، عدد الشكاوى اللي عم تيجي لعندكم كل يوم، عدد الضبوط المخالفة اللي عم تكون والله موجودة؟ والله بالعشرات. بالعشرات يوميا. يوميا بيتم تنظيم ضبوط بالعشرات. وأيضا حضرتكم كمديرية صحة نفس الشيء. تماما. إجراء كشوف نحن بنسميها كشوف. عفوا مديرية صحة، مديرية شؤون صحية، أنا بعتذر. نعم تفضل. نحن من المراقبين عندنا مقسمين المدينة إلى 6 قطاعات، بكل قطاع مراقبين 2 بالإضافة لبعض اللجان. يتم تنظيم كشوف بناء على الكشف اللي بينظمه المراقب، كمان عددها بالعشرات يوميا. يتم الحل أو إيجاد المقتضى وفق القرار الناظم العمل مديرية المهن والشؤون الصحية صادر عن مجلس مدينة اللاذقية، من غرامة مالية أو توجيه إنذار أو إغلاق بشكل مباشر. نعم. نعم. طيب استاذ الكريم، استاذ قصي، اليوم استعدادا للعيد اصدر وزير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك قرار بالسماح للفعاليات التجاريه انه تقيم عروض وتنزيلات على الاسعار بهيدي الفتره من العام. نعم. صار هيدا الواقع، صار في تنزيلات اليوم على ارض الواقع، هيدي الفعاليات اخذت الحد الحقيقي لها. هلا هي اي فعاليه بدها تقدم تعمل تنزيلات بتتقدم طلبات معينه وبيتوافق لها. يعني تمام في شيء هلا العيد، يعني صار في شيء اليوم مثلا في مكان محدد، ربما في مع فعاليه معينه، سوق خير معين، واللي لسه ما حدا قدم عروض؟ والله ما عندي فكره. بالضبط ما عندي فكره، ما في. طيب والتنزيلات بس الاسواق الخيريه بتصور فيه في. طيب التنزيلات اللي لازم تصير قبل الاعياد، يعني نحن دائما بنعرف انه بصير في تنزيلات او قبل موسم الاعياد، في رقابه ايضا على هيدا الموضوع؟ اكيد اكيد في مراقبه للموضوع مشان يتأكدوا أنه يا ترى هالأرقام الموجودة هي مزبوطة أو لا. نعم. طيب نحن كتير بنشوف أستاذي الكريم وكتير توصلنا شكاوي أنه في أشخاص بيروحوا على مكان فلاني بدهم يشتروا القطعة الفلانية، بيكون سعرها خلال السنة يعني بالأيام العادية بسعر الموسم رقم معين، بعدين بتيجي التنزيلات 70% بترجع على نفس السعر اللي هي فيه أو ربما أغلى أحيانا في بعض المحال.
كيف هيدا الشيء بيصير؟ يعني بناء على انه اسس عم بيقدر هيدا المحل يرفع سعر القطعه على التنزيلات. ممكن هي تكون استثناءات بس بالاطار العام بيصير تخفيض والدليل انه بتشوفي اقبال كتير على المحلات اللي بتكون عامله تنزيلات. يعني هلا ما بنقدر ننكر انه ما في محلات تانية فيها تنزيلات، ولكن يعني بشكل عام الاغلب في مبررات، زاد الغلاء، زادت اجور النقل، جبنا بضاعه جديده هي مو نفس القطعه. طيب اليوم المواطن كيف بده يعرف؟ مو معقولة كل محل بده يفوت يمسك تليفون يشتكي لحتى يحصل على حقه من هذا المحل. اليوم انتم خلال أنا تنزيلات، انا بنصح اي مواطن بشك بالسعر او باي شيء يتقدم بالشكوى مشان يحصل على حقه. يعني في اشخاص بيخافوا بيفكروا، يعني خلينا نحكي شوي اليوم بصراحه، في اشخاص بيقول لك انا بدي اروح اقدم شكوى وبدي وقت، وممكن يتعرض صاحب المحل لمثلا اجراءات قضائيه مثل ما ذكرت حضرتك، واعلق بالقضاء انا وبدي يصير روح محاكم. يعني لا، بس اعطونا فكره عن اليه الشكوى، الاجراءات المتخذه، اللي اشتكى شو عليه من حقوق مثلا خلال فتره الشكوى ليكون صدر النتائج. حقه انه تتعالج مشكلته وينصف ياخذ حقه، ما انه والله رايح لا جاي لا وبده لا يقدم كتابه. لا لا، هو بس صار مثل ما قلت لك بيعملوا معه تحقيق، يعني بيستفسروا منه عن الواقعه وبدونوه بمحضر تحقيق اسمه. ونفس الشيء الطرف الثاني، وهن بقى يعني دورهم الحكم بيشوفوا عمين الحق وعمين المخالفة. نعم، وبالشؤون الصحيه نفس الشيء، هي المعطيات هي الحكم عنا. نعم، فاذا كانت الشكوى لمخالفه شروط صحيه عن طريق الكشف الحسي والعيني، نعم، مخالفة شروط صحية بتستدعي غرامة مالية وإغلاق المحل لمدة 10 أيام فورا. وذكر حضرتك هي بتكون آنية، يعني ممكن الموظف طبعًا بعيونه طبعًا يشوف هيدا الخلل ياخذ الإجراء طبعًا فورا. بياخذ الإجراء بشكل فوري بالتنسيق مع إدارته مع الدائرة والمديرية، وبيطلع قرار إغلاق آني فوري. بيطلع قسم شرطة مجلس مدينة العتقية بموجب ضبط إغلاق، بيغلق المحل لمدة 10 أيام إذا كانت مخالفة للشروط الصحية، بالإضافة لغرامة مالية لهالمخالفة هي. حسب نوع المخالفات الثانية، حسب نوع الشكاوى الثانية، في شكاوى كتير يعني واردة لمديرية المهن والشؤون الصحية من ضمن الشكاوى الصحية. بس إنه إذا بدي ركز على الشؤون الصحية فالإجراء آني سواء بشكوى أو بدون شكوى، يعني حتى كشف المراقب كشفه الحسي ممكن يؤدي لإغلاق المحل بشكل يعني آني. هلا نحن اليوم عم نحكي شيء من أرض الواقع أستاذ الكريم، في أحيانا أشخاص عم بيجيبوا مواد هي نظامية ربما، وخاصة المكشوفة، يعني أنا هلا عم ركز شوي على المكشوف لأنه هو أكثر شيء عم ينباع خلال فترة الأعياد وعم بيكون ربما أقل سعرا مثل ما ذكرنا وموجود بكميات أكبر. يعني اليوم عم بيحط المنتج الصبح هو جيد، يعني هو ما في أي خلل، لكن تعرضه لأشعة الشمس، الناس لما بتكشفه كتير وهي ليكون صار الليل عم بيكون صار ربما في خلل معين. تاني يوم عم يفتح نفس العلبة ويبيع. عم ترجعوا تشيكوا تاني يوم الصبح نفس هلا أكيد وجوده وعرضه لهي البضاعة مو ضمن محل هي مخالفة طبعا، هي مبدئيا هيدا طبعا الكلام. هي مخالفة قولا واحدا، فالإجراء عنا إزالتها وقمع لهي المخالفة. نعم، عرفتي كيف؟ فهمت عليك، يعني ما المفروض تضل اخر لسه وقت اكثر من اكيد لا اكيد لا، هون بالتنسيق مع دائره مراقبه الاملاك العامه بيتم هذا الشيء. نعم، طيب هذا الكلام جميل، يعني دعوه لكل شخص يعني ما تشتروا شو ما كان لانه أكيد حالات التسمم اليوم طبعا ضمن نعم. محل وضمن شروط تخزين وشروط بيع معينه. نعم، طيب اساتذتي الكرام اسمحوا لي ايضا روح باستطلاع لزميلتنا شيرين عارف، رصدت من خلاله آراء الناس أيضا ومطالب بتفعيل دور الرقابة، خلونا نتابع. كيف الأسعار مع العيد؟ والله الأسعار نار وما بتتناسب مع الدخل أبدا، يعني لا ألبسة لا أكل لا حلو أبدا، ما بتتناسب أبدا مع دخل المواطن، وحتى ما في أسعار ثابتة، يعني بتروح إلى محل بشوفي من المحل الثاني سعر ثاني، محل ثالث سعر ثالث، يعني ما بتعرفي حتى ما بتعرفي جودة القطعة، هذا اللي بقول لك جيد، يعني بس أسعار ما بتتناسب أبدا مع الدخل نهائيا، وبتحسي إنه التموين غايب أبدا، ما في أبدا لا رقابة نهائيا، وما بهمه صاحب المحل، بتقولي له بالمحل الثاني بقول لك روح اللي بدك أسوي، ما في أبدا رقابة. والله الأسعار كتير غالية، يعني بالنسبة للدخل الفرد اللي عندنا ما بتأدي شيء أبدا، واللي عنده عليه الله أكبر، أسعار كتير غالية، يعني واوا يعني ما في شيء طبيعي، يعني البنطلون بال40 وبال50 وبال60 بس بنطلون لحاله، فبدك تاخذي بس بنطلون تاخذي له قميص كمان، يعني بتحطي ال200 بس بدل ما عدا الحذاء. الفكرة انه لازم يكون في رقابة انه على مستوى دخل البني ادم، يعني ما شيء طبيعي شيء بيحرق، يعني هلا ايام عيد
ما نفرح طفل مثلا بلبس جديد يعني شيء ما طبيعي، يعني الايام كرمال على أسوأ. يعني فرحة الاطفال بالحلو باللبس بالايام العيد محرومينها يعني بصراحة. كل شيء غالي، حتى ما فيها الموديلات والموضة، يعني 2022 ما فيها الموضة، بس غلاء ما طبيعي. يعني بشكل عام ما في رقابة ابدا، يعني شفت الازدحام مع هذا كله ما في رقابة. شو بتطلبوا من المعنيين بهيدا الامر؟ يعني والله نحن يعني ما عندنا مشكله بهالبلد غير انه مكافحه الفساد، مراقبه التجار، مراقبه السوق، ما بدنا غير هيك. يعني لانه كل بين محل ومحل عم يفرق السعر، والحلويات ما عم نسترجي نقرب لانه كمان غالي كثير. يعني عم نضطر احيانا ناخذ شغلات بسيطه مشان بتعرفي العيد واولاد وهيك بحبوا انه يكون في حلويات، يعني هي طقوسنا المعتاده انه يكون بالعيد في حلويات. والله كل واحد عم يبيع على كيفه، يعني كل محل في سعر، ما في حدا انه حاطط سعر ثابت. يا ريت لو نساو بما انه البضاعة وطنية يساو تثبيت للأسعار. بالنسبة للأسعار ما بتناسب لا موظف ولا رب عمل عادي، لأنه كتير كتير الله يعينه للفقير اللي بيكون عنده 4-5 أولاد، إذا بده يشتري له كل بدل 200 أو 150 ألف صعب. لا ما في بدل لشاب تحت 100 ألف، ما في بدل لصبية تحت 200 ألف. يعني إذا بدها تلبس شيء مرتب، بالنسبة للحلويات وأكلات رمضان، ناس كتير كتير محرومة من أشياء كتيرة. اللحومات كانت يوميا برمضان تكون لحومات، هلا يمكن بالجمعة مرة أو بالجمعة مرتين ما أكثر. بالنسبة لحلويات العيد كنا نبلش فيها من نص رمضان ونحن وطالعين نشتغل فيها. هلا وين بدك تعملي حلويات العيد؟ وين؟ التمر سعره نار، الفستق سعره نار، تعي خدي جاهز ما خرج. فأنا بتحسر على الأطفال اللي عايشين بهالفترة أنه ما داقوا لذة الطفولة بالعيد. يعني المفروض من رمضان، نحن قضينا رمضان الله لا يروي لحدا، يعني وده بتعرفي نحن موصفين، يعني بتعرفي حاله الموظف قد ايه معه، شو بده يصرف على قده. ثياب لا خلص الغيناه هون، حتى البالي ما قدرنا بقى نشتري. بدي اسالك عن الحلويات بالعيد. يعني كنا بدنا نعمل اذا كيلو السمنه يعني المكويسه ب 17 ألف، شو بدك تعملي حلو؟ السميد ب 4500، يعني انت تقولي لي معاش بكفي نعمل حلويات؟ شو بتطلبوا من المعنيين بهيدا الامر؟ يعني أكيد لازم ينزلوا على السوق بقى ويرحموا البشر. يعني واقع ربما نوعا ما لما نحن بنشوف هيدا الوجع هو مؤلم، وخاصة هالارتفاع المتزايد بالأسعار. ذكرت موضوع كتير مهم إحدى السيدات، هو موضوع أنه نحن ما عم نقدر بقى نشتري حلويات جاهزة. اليوم نحن بدنا نعمل بالبيت، طيب أوكي حتى بالبيت غالي. موضوع الغلاء حكينا فيه أستاذي الكريم، ما رح نرجع نعيد، هي وفق لمواصفات معينة. ولكن اليوم فعلا العالم عم تلجأ لحتى هي تعمل بالبيت. طب أنا لحتى أعمل بالبيت بدي روح جيب طحين فلش، سميد فلش، بدي نوعية التمر لو كميات قليلة، جوز، لوز. طب هدول أيضا شو ضماناته؟ يعني أنا شو بعرفني هيدا التمر شو مصدره، هيدا المطحون أو هيدا الطحين هو شو؟ كيف بدي أعرف؟ هلأ بشكل عام أنا بدعي الكل إنه يشتري شيء معروف، بتكون مغلفة، بتكون عليها بطاقة مواصفة، بتكون عليها تاريخ إنتاج ونهاية. وهلأ في ماركات كتير بالسوق، يعني صارت ذات موثوقية نوعا ما. في ماركات بالسوق وفي منا عم تطلع بعد فترة من الزمن عم نكتشف إنه هي ضمن معامل غير، يعني غير موافقة للشروط الصحية، غير مرخصة، بس قيمت بعدين، يعني عم نعرف إنه هيك. طبعا هذا خلل لازم يتدارك من أول شيء، من 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 جهة التصنيع والتغليف. تمام. يعني أنا ما فيني لاحق إنه آخذ عينات من مادة معبأة وعليها وضمن صلاحيتها انه ما خلصت صلاحيتها. فهي يعني بتوقع المسؤولية بتوقع على عاتق المتابعين للمعمل نفسه بتوريد المادة او بإنتاج المادة من الأساس. طب أستاذي الكريم، انتوا هيدي الأمور مسؤولين عنا ورقابتها ايضا طبعاً. بنفس الوقت يا ريت تخبرنا عن آلية العمل بهيدي طبعاً المنتجات. طبعا بتم مراقبتها من ضمن الأشياء الكثيرة اللي بتتراقب. ففي عنا شيء اسمه بالمشاهدة، فنحن أي شيء عن طريق المشاهدة منشك فيه، إذا كانت واضحة المخالفة بيتنظم دغري الضبط اللازم. أما إذا ما كانت واضحة وشكوا بالعينة ممكن تتخذ عينة من المادة اللي شكوا فيها وبتتحلل عنا بالمخبر. نعم.
ودائما بناء على العينات بناء على نتيجة العينات بيتم اتخاذ تدابير الملحقة فيها. واليوم في تشاركية، يعني هلا في تشاركية بينكم، ذكرت حضرتك انه في لجنة مشتركة بين حضراتكم اليوم ضمن الاسواق، في جهات اخرى ايضا معنية ضمن هيدي التشاركية، لانه ربما الاختصاص بنوع معين ما بعرف اذا هو عبء بده يكون اكثر ما انه مفيد من طريقة ثانية. يعني هلا على عاتقنا نحن بمديرية المهن والشؤون الصحية من ضمن عملنا الرقابة على الشؤون الصحية بكافة المنشآت. في عنا لجان مشتركة مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لجان مشتركة مع مديرية السياحة للمنشآت السياحية لمدى مطابقتها للشروط الصحية وغيرها وضمان كمان بطاقات صحية للعمال ضمنها. في عدة لجان مشتركة مع عدة جهات. تمام. بس نحن اختصاصنا ضمن هاي اللجان هي متابعة الشروط الصحية والترخيص الإداري لهي المنشآت. نعم. موضوع الطحين والخبز هو الأهم شيء اليوم، العالم كله بالعيد. نعم. في الدوام نوعية الخبز، يعني هي أهم شيء اليوم نحكي فيه بعد. يمكن دورية المخابز ما ذكرناها كمان. في عنا دورية خاص أو دوريتين خاصين بمتابعة أمور المخابز. نعم. واليوم تم تنظيم ضبط لأحد الأفران ب 25 كيس دقيق. يعني الرقابة مستمرة ودائمة طبعا من ناحية تدقيق المخصصات، من ناحية الجودة للرغيف، من ناحية الوزن، ومن ناحية السعر. فكل هالأمور هاي بتم متابعتها ويتم اتخاذ الإجراءات ومتابعين عملهم خلال فترة العيد تماماً بشكل نظامي تماماً. يعني لا هي الدوريات دائمة في فترة العيد وغير، بس ممكن هلا يتم تركيز أكثر على الموضوع كونه هلا فترة استثنائية، إنما هاي من صلب عملنا اليومي مراقبة عمل الأفران. وموضوع المحروقات أستاذ، المحروقات في عنا كمان خاضع على رقابة شعبة عنا اسمها شعبة المكاييل، بتتم زيارة المحطات، بتتم معايرة المحطات تبع المحروقات. نعم. للتأكد من دقة الأرقام اللي عم تعطيها، بالإضافة لأنه في مراقبين وقت اللي بيجي الصهريج ليفرغ بالمحطة كمان بيتم التأكد من أنه فرغ كامل الكمية الجاية على المحطة. نعم. وخاصة حالات الغش اللي بتصير يعني بالمحطة استاذ هي بتبين مثل ما كيف تبين، يعني هلا بتبين انا من خلال بعد ما بمشي بالسيارة بتطلع انه لا البنزين ناقص من خلال المعايرة، في حال شكيتي مثلا، صار معك انه شكيتي الكمية اللي عبيتيها ما انا مزبوطة، فانا بتقدم شكوى، بتحددي المحطة اللي عبيتي منها وبتم معايرتها، اذا ما كانت مزبوطة فورا هي في لها اجراءات كثير قاسية. نعم، يعني في مراقبة. نعم. بهيدا. نعم. الموضوع الأفران أيضا في مراقبة بخصوصها، رغيف الخبز هو خط أحمر، خط أحمر دائماً, دائما يعني هيدا طبعا يعني حتى في دوريات نوعية. نعم. خاصة مثل ما ذكرنا بموضوع الخبز وموضوع اللحوم، يعني الشغلات الحساسة تتابع بكل دقة. نعم. والأستاذ علاء من خلال حلقتنا الماضية ورح حاول اليوم يعني كمان بس ارجع ضوي على موضوع اللحوم تحديدا، قد في إجراءات صارمة من قبلكم ومن قبل المذابح وآلية التوزيع اليوم، وخاصة بهي الفترة يعني. طبعا. اللي هي بدها تكون طلب ربما أكثر على هيدي المنتجات. تماما. طبعا فترة الأعياد بيصير في ذبح للأضاحي أو لعيد الأضحى سواء أو بعيد الفطر. طبعا الذبح بيكون ضمن شعبة المذبح الفني التابع لمديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية، ضمن أماكن ضمن شعبة المذبح مخصصة للذبح، بعد فحص الذبائح من قبل الأطباء البيطريين الموجودين في المذبح. أصحاب المحلات ضمن الأسواق بيستأجروا محلات أو بياخذوا بيتخصصوا بمحلات ضمن شعبة المذبح الفني لذبح الذبائح، الغنم أو العجول الأبقار والفروش ضمن أماكن مخصصة ضمن شعبة المذبح الفني، وإيصالة مبردة لمحلاتهم والإشراف على توزيعها ضمن المحلات حتى نفاذ الكمية ضمن المحل مطابقتها ووصولها لتصالحها للإستهلاك البشري. نعم. طبعا الذبح خارج المذبح الفني عليه غرامة وعليه ضبط. نعم. وذكرنا حضرتك الشروط الصحية للنقل أيضا. تمام. هي كتير مهمة. آخر سؤالين رح أطرحهم اليوم من خلال حلقتنا لحضراتكم، أولا موضوع الألعاب مدن الملاهي، هل هي مفتوحة لهذا العام؟ يعني نحن بنعرف مرت فترة تم إغلاقها خلال فترة العيد ربما لظروف صحية لوباء كورونا وغيرها، اليوم هل مدن الملاهي ضمن آلية العمل؟ طبعا لحد الآن نحن ننطر التعليمات والتوجيهات. لحد الآن مدن الملاهي تتفتح إذا ما صار أي عائق أو أي مستجد ضمن فترة الأعياد. طبعا بدنا نكثف الدوريات على مدن الملاهي مدن الألعاب للأطفال،
منوجه نداء لاصحاب المدن بالالتزام بالتباعد الاجتماعي مشان وباء الكورونا والالتزام بالاشتراطات الصحيه، واجراءاتنا كثير رح تكون رادعه وحازمه باتجاه اي مخالف لاصحاب مدن الملاهي. تمام، وفي رقابه على الاسعار مدن الملاهي استاذي الكريم واللي ليس ضمن اختصاصكم؟ يعني اليوم هل هي مفتوحه انه يحط التسعير البديله؟ من ناحيه الاعلان ضروري يكون معلن عن الاسعار. معلن عن الاسعار وفي حال تجاوز صاحب هيدي المنشاه الاسعار فورا شكوى لحضراتكم فورا. في اسعار تم وضع الاسعار الى الان وهل هي مناسبه؟ هو لازم اي فعاليه مثلا بتمارس اي نشاط لازم تعلن عن اسعار. نعم طيب استاذ الكريم، ايضا في فعاليات ضمن المحافظه قامت بتقديم نوع من المكرمه لعمال البلديه اليوم عمال مجلس المدينه، يا ريت تخبرنا عن هذه الفعاليه. طبعا في العديد من اصحاب الفعاليات والمحلات قاموا بمشكورين بارسال سلال غذائيه وعلب حلويات اضافه الى وجبات سريعه لعمال النظافة في مجلس مدينة اللاذقية، عمال مديرية الخدمات والصيانة الحدائق والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية، متوجه لهم بالشكر على المبادرة الحلوة وإن شاء الله تتكرر بشكل دائم. إن شاء الله يا رب، ونحن متوجه بالشكر لأنهم متوجه بالشكر أيضا للعمال اللي هن الموجودين أكيد. اليوم برغم أكيد. كل هيدي الظروف الصعبة اللي ما زالوا، يعني دائما نحن متى ما ذكر هؤلاء العمال لهم تحية خاصة أكيد. للجهود الكبيرة المبذولة اللي بيقدموها صبحا ومساء لتأمين الأساسيات لنا نحن فعلا كمواطنين، نوجه لهم تحية ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. أكيد أساتذتي الكرام بدي أتشكركم، الوعود بضبط الأسواق أستاذي الكريم اليوم دائما الأمل، فسحة الأمل تبقى هي الهاجس عند كل الناس. نحن واجبنا يعني واجبنا العمل المستمر والدؤوب من أجل الحفاظ على الأسعار الصحيحة وتداول الفواتير المضبوطة كمان وقمع أي مخالف. يعني هل ندعو إلى الشكوى؟ طبعا نحن هلأ الشكوى كأنه عين إضافية انضافت للمراقب، فأحيانا المراقب ممكن شغلة يغفل عنها ما يشوفها، وقت اللي بتتعزز ثقافة الشكوى كتير بتكون عامل مساعد لنا لاتخاذ الإجراءات وقمع المخالفات. نعم أكيد. أيضا بكلمة أخيرة أستاذي الكريم اليوم طبعاً. النصائح أهم شيء بتوجهوا اليوم حضرتكم كمسؤولين عن الشؤون الصحية اليوم لكل الناس بهذه الفترة. طبعا أول شيء يتوجهوا على الأماكن الواثقين منها ومن نظافتها. الشكوى كمان الشكوى، نحن فترة الأعياد مداومين طبعا بمديرية المهن والشؤون الصحية ما عنا عطلة، فنحن موجودين وعلى استعداد لتقبل أي شكوى والإجراء السريع بلحظتها، يعني بوضع آني فورا بدنا نعالجها بإذن الله إن شاء الله. بدي أتشكر كثير وجودكم معنا المهندس قصي السعد معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية، شكرا كثير لوجودك. شكرا كل عام وأنتم بخير والأمل موجود. خير إن شاء الله. شكرا كثير لك. أيضا بدي أتشكرك المهندس علاء حلوم رئيس دائرة الرقابة والسياسات في مديرية الشؤون المهن والشؤون الصحية في مجلس المدينة، شكرا كثير لوجودك. كل عام وأنت بخير. التحية الأكبر دائما لكل العاملين على أرض الواقع اليوم بكل المجالات اللي هن الموجودين، إن كان من شؤون صحية ومن تموين وبلدية وعمال نظافة وغيره، بدنا نقول لهم كل عام وأنت بخير أكيد على الجهود اللي عم تقدموها اليوم. لهم يكون خلصت حلقتنا، على أمل أكيد المتابعة معكم بحلقات قادمة للإضاءة على أي مخالفات أو الإضاءة على أي قضايا ممكن تهمكم، ونحاول نوصل من خلالكم ومن خلال البرنامج إلى المعنيين في أمل للوصول إلى حلول. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.